هاي رجعنا لكم بحلقة جديدة بما لا تعرفوا عن كندا. اليوم بدنا نحكي لكم عن كندا والمياه في كندا. كندا تعتبر دولة البحيرات، لأنه عدد البحيرات الموجود داخل كندا قد عدد البحيرات في كل دول العالم مجتمعة. الموجود داخل كندا بحوالي عدد البحيرات اللي موجود في كل العالم مجتمع. عشان هيك كندا تعرف بدولة المياه العذبة، يوجد أكبر احتياطي في العالم للمياه العذبة في كندا. في حوالي 2 مليون بحيرة في كندا، منهم أكثر من 560 بحيرة بحجم يزيد عن 100 كيلو متر مربع. أكبر البحيرات اللي موجودة بين أمريكا وكندا الفايف ليكس أو الفور ليكس الموجودة، أكبر بحيرة اللي هي سوبيريور ليك اللي في العالم موجودة بين أمريكا وكندا، هيرون ليكس برضو من البحيرات الكبيرة، لكن أكبر بحيرتين موجودين إنلاند داخل الأرض الكندية اللي هي جريت بير ليك الموجودة في نورث ويست تيريتوريز، ومانيتوبا ليك الموجودة في مانيتوبا، تعتبر خامس أكبر بحيرة في كندا ورقم 11 في العالم. لما تيجوا على كندا لازم تشربوا من مية كندا لأنكم راح ترجعوها. معلومة جاي إن شاء الله، سبسكرايب لهاي القناة راح تجيكم دائما كل المعلومات. ونراكم قريبا.